صباح الخير يا شباب، معاكم الدكتور شريف صلاح الدين. إن شاء الله النهاردة هنبتدي محاضرة اليوم الرابع. في المحاضرة دي إن شاء الله هنتكلم على الفلترز، إزاي بنعمل فلترز وإيه هي أهم الفلترز اللي إحنا ممكن نستخدمها. هناخد الـ History and Art History Brush Tool، هنتكلم على حاجة اسمها الـ Create Clipping Mask، هناخد بعض التولز بقى زي الـ Spot Healing والـ Patch والـ Clone والـ Pattern Stamp والـ Dodge والـ Burn. كل التولز دي هنبتدي نشوف ازاي هنستخدمها وايه استخداماتها عندنا، بعضها في حاجات بنستخدمها في الـ Architecture. واخر حاجة خالص هنتكلم عليها في النهاردة هي الشيبس، ازاي ان انا اقدر اعمل اشكال وبين تول، ودي بتساعدك كتير قوي في ان انت تعمل ديزاينز للبوستر بتاعك. طيب اول حاجة هنبتدي فيها الفلترز. انا هروح افتح الصورة دي على الفوتوشوب. طيب الفلترز دي هي عبارة عن ايه، او بجيب الفلترز منين؟ من المنيو بار فوق خالص هتلاقي هنا عندك حاجة اسمها الفلتر جاليري. فلتر جاليري ببتدي ادخل عليها، هعمل من على الشمال تحت هنا زوم اوت للبيكتشر بتاعتي. هتلاقي هنا في مجموعة ايه بقى، في مجموعة افكتس تمام، او فلترز بتدي افكت على الصورة بتاعتك. بعد ما بتختار الافكت اللي انت عايزه بتبتدي تغير في السيتنجز بتاعته، بتزود الايه البنسل ويتس، الستروك تقلله تزوده تمام. كل دي بقى افكتس هتلاقيها موجودة، ممكن تخلي المشروع بتاعك كأنه معمول شوية بالإفكت الووتر كولر. في هنا بقى ايه إفكتس كتير قوي، محتاج طبعا منك ان انت تقعد تجربها. في بعض الإفكتس بتدي احساس السكتش، كأنك راسم الكلام ده بالايه بالقلم الرصاص. تبتدي تزود بقى اللايت والداركنس، التفاصيل اللي عايزها تبقى واضحة ولا لأ تمام، كل الايه كل الكلام دوت. طيب هتلاقي برضو هنا على اليمين ان انت ممكن تدي اكتر من فلتر فوق بعض. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هتلاقي هنا في ايكون تانية اسمها نيو افكت لاير، يعني انا ممكن مثلا استخدم الافكت ده الباليت نايف مثلا مع الايه الجرافيك بن عشان اقدر اضيف اكتر من لاير. زي ما انتم شايفين هنا هي هنا وان لاير بس، بروح ادوس هنا على ايكون نيو افكت لاير بعمل لي افكت جديد. انا واقف كده هنا او هنا، وانا واقف هنا هقول له خلوا لي جرافيك بن مثلا، فكده كأنه ايه بقى حط الافكتس دول مع بعض. يعني كده الافكت ده لما يشتغل لوحده، وكده التو افكتس فوق بعض. ممكن اضيف افكت تالت فوقيهم ده مثلا، وده طبعا ممكن يديك عدد كبير جدا من الافكتس المختلف تمام. ممكن اجرب مثلا اقفل ده تمام، عايز امسح اي افكت فيهم بدوس على ديليت افكت لاير بالشكل ده تمام. طبعا ده محتاج منك ان انت تقعد تجرب كل الافكتس ديت، وبعد كده ايه هتوصل ان انت من خلال التجارب الكتيرة ان عندك ايه مجموعة من الافكار اللي هتوصل لك ل افكار في البرزنتيشن للواجهات بتاعتك. طيب خلينا نقول هنا ان انا
عجبني الإفكت ده وهدوس أوكي، هلاقيه اتطبق عندي هنا على الواجهة. تمام، يبقى أنا كده هنا عامل إيه؟ أول إفكت اسمه فلتر جالري. طيب ممكن أروح أعمل فلتر مرة تانية على نفس الصورة وأقول له والله يديني مثلا إحساس، أو الفلتر ده الكروم، خلاص وأزوده شوية بس أوكي. تمام، تعالوا بقى نشوف ايه هي البراشز، الهيستوري براش تول والارت هيستوري براش تول. الاكثر استخداما في البرزنتيشن بتاعنا اللي هي الهيستوري براش تول. يعني انا عندي الاليفيشن، بعد ما عملت اظهار للاليفيشن بتاعي ممكن احط فوقيها مجموعه من الفلترز زي ما انا عملت كده بالشكل ده. طيب الارت هيستوري براش تول بقى بتعمل ايه؟ اختصارها طبعا واي على الكيبورد، هندوس حرف الواي على الكيبورد هتقف عليها، او ممكن تختارها من التولز. طيب انا هنا هروح اختار الفرشه اللي الهاردنس بتاعها يكاد يكون زيرو، وهكبرها شويه، قلنا عشان نكبر الفرشه بدوس الت ورايت كليك واتحرك بالماوس يمين او شمال فوق او تحت، بيبتدي يعلي او يقلل الهاردنس بتاعي. طيب الارت هيستوري براش تول بقى سوري الهيستوري براش تول بتعمل ايه بقى؟ بتخليك ان انت هنا في الهيستوري بانل ممكن اروح اقف عند مرحلة معينة، ولتكن المرحلة الخاصة بأول فلتر أنا عملته، وببتدي ألون بيها. فإيه اللي حصل هنا؟ شايفين وأنا بلون بيها بالفرشة دي أظهر لي إيه؟ أظهر لي المبنى بتاعي في حالة الإيه؟ الفلتر الأولاني. يبقى أنا كده كأني دمجت، خليت السما بتاعت المبنى بتاعي موجود على الفلتر التاني اللي هو الإفكت ده، لكن المبنى نفسه اتعمل على ايه؟ على الإفكت بتاع الفلتر الأولاني. طب افرض انا حبيت مثلا اخلي جزء من المبنى يظهر بالرياليتي بتاعته، بالألوان بتاعته الفعلية، كأنه جزء واخد ألوان وجزء أبيض وأسود، أو كأنه متلون بسكتش بقلم رصاص. ده بعمله ازاي؟ هروح برضو بالهيستوري براش تول، بس هقف على انهي مرحله؟ المرحله الرئيسيه. تمام، وابتدي ان انا ايه مثلا اعمل الايفكت ده، الون في المرحله دي. تمام بالشكل ده، فاداني ايه بقى؟ اداني جزء من الواقع وجزء سكتش. دي تعتبر من احد الافكار الجديدة شوية في الاظهار المعماري، ان انا ممكن ايه اخلي كأن المبنى بتاعي جزء منه سكتش، وفضل السكتش المعماري اللي انا برسمه ده يتحول لايه لواقع وترندر، واتعمل له عملية ريندرينج اظهار بالماتيريالز والباك جراوند الفعلية ليه وهكذا. تمام، فدي اسمها الايه؟ الهيستوري براش تول. ممكن اقف عند اي مرحلة ولون بيها، بتظهر الصورة في المرحلة اللي كانت فيها. تمام، دي اسمها ايه؟ الـ History Brush Tool. طيب عايز ارجع تاني للاصل، برجع له ايه من هنا. طيب في بعض الفلترز برضو اللي احنا ممكن نستخدمها، زي مثلا الفلتر الموشن بلور. تعالوا كده مثلا انا هنزل صورة عربية،
ولتكن العربية دي، شايفين العربية دي المفروض انها ايه؟ PNG. اهو احنا اتفقنا ال PNG colors بتبقى ايه؟ بتبقى حواليها منطقة ايه؟ شفاف. طيب هاخد العربية دي وهنزلها في الفوتوشوب. وبعد كده هنزلها في ورقة لوحدها. تعالوا نشوف بقى الموشن بلور. انا ممكن اكبرها شوية عشان تبقى واضحة بالنسبة لنا. هخش على فلتر بلور واعمل حاجة اسمها موشن بلور. تمام، موشن بلور. بصوا كده، لو انا زودت الموشن بلور دي بيدي افكت ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده، كأن العربية بتاعتي بتتحرك على الواجهة بتاعتي. يعني انا ممكن احط عربية على الاليفيشن وابتدي اعمل لها موشن بلور، فكأن العربية دي ايه؟ بتتحرك على الواجهة بالشكل ده. تمام، ده من الايفكتس برضو المعمارية اللي احنا ممكن نستخدمها. طيب في برضو فلتر ريندر، حاجة اسمها لينس فلير. فلتر ريندر لينس فلير، اللينس فلير ديت بتدي احساس ايه؟ كأن في اضاءة من الشمس، وهتلاقي بقى اشكال مختلفة للشمس موجودة هنا. خلاص خلينا نختار اول واحدة مثلا. ممكن ازود الاضاءة بتاعتها او اقللها، البرايتنس بتاعها خلينا نقول انها 125%، ودوس اوكي. شايفين اداني الايفكت ده وبيرمي زي لايتنج على الاليفيشن بتاعي. فده اسمه ايه؟ اللينس فلير. ممكن ارجع تاني في فلتر ريندر مثلا. طبعا في هنا انواع كتيرة جدا من الفلترز، انا بحاول اختار لكم ايه اهم الحاجات اللي احنا ممكن بنشتغل بيها. في فلتر ريندر حاجة اسمها لايتنج افكتس. لايتنج افكتس، اللايتنج افكتس دي كأنك بتحط افكت اضاءات. انت طبعا بتحط الاضاءة دي على الصورة، هتلاقي هنا في حاجات كتير من انواع الاضاءة في الاوبشن بار فوق في البريسيتس. هتلاقي في سبوت لايتس، كلوك سبوت، بلو اومني. تمام، في كروسنج داون، في فلاش لايت، في مثلا تريبل سبوت لايت. شايفين طبعا كل حاجه من دي ليها السيتنجز بتاعتها. ادي الفلاش لايت الاولاني ممكن ازوده شويه، اعلي الاضاءه او اقللها. ممكن من هنا برضو تغير لون الاضاءه. تمام، هتلاقي بقى هنا سيتنجز كتيره برضو ممكن تبتدي تجربها. وبعد ما بتخلص خالص طبعا ممكن برضو تختار الاضاءات من هنا او تدوس عليها كليك من فوق بالشكل ده. مجرد ما تخلص وتقول له اوكي بينفذ لك الايفكت لايتنج ده على الصورة بتاعتك. تمام، يعني احنا ما بنستخدمش كتير الحاجات السينيماتيك دي اكتر، لكن ممكن تكون انت عايز تعمل بيها اي شكل. طيب انا بحاول طبعا الفلترز هنا كتيرة جدا، انا بحاول اختار معاكم اهم الفلترز اللي ممكن نستخدمها في الواجهات.
اد نويز برضو بيدي نويزنج شوية، كأنه الصورة فيها مجموعة من النويزز النقط، فشايفين مثلا عملت اد نويز، ممكن اخلي السما مثلا هي اللي فيها نويز، واروح مثلا الون بالهيستوري براش تول المبنى بتاعي. شايفين المبنى كده ما فيهوش نويز ولا المية، لكن السما مثلا بس هي اللي فيها النويز. كل دي ايه، تعتبر افكار من الفلترز والهيستوري براش تول. طيب انا هفتح الصورة دي مرة تانية، نشوف بقى الارت هيستوري براش تول بتعمل ايه. دي احنا ما بنستخدمهاش كتير خالص، برضو بعد ما بعمل اي فلتر في الفلتر جاليري اي حاجة. تمام، واروح بيها واقف على المرحلة بتاعتها، او حتى ممكن من غير ما تقف على اي مرحلة، مجرد ما بتدوس كليك هي ليها افكت. شايفين بتاخد من الالوان اللي موجودة على الصورة وتديك الافكت اللي انت شايفه ده. فممكن تكون انت عايز تعمل بيها اي افكت، بيستخدموا الحاجات دي اكتر الجرافيك ديزاينرز مش احنا يعني. فالارت هيستوري براش تول بتاخد من الكالرز اللي موجودة وتبتدي تعمل تدريجة من الالوان بالشكل ده. طبعا ما تكبرش الفرشة قوي عشان تقدر تشوف الايفكت ده. طيب لو انا غيرت اللون برضو اللي موجود في الفور جراوند هنا، هتطلع لي الوان هتفرق في الكالرز؟ لا، هي بتاخد من الالوان اللي موجودة ايه على الصورة نفسها. طيب تعالوا بنتكلم بقى على الأمر التالت في المحاضرة النهاردة اللي هو الـ Create Clipping Mask. انا عندي في الـ New Exercise في هنا شباك اهو، هفتحه. دي برضو من الافكار اللي ممكن نستخدمها على الـ Elevation. انا دلوقتي هنا عندي شباك وعايز على الواجهة، وعايز الشباك ده كأن انا واقف جوه الانتيرير، جوه الفراغ نفسه، وببص على الخارج، كأني ببص مثلا على الجنينة الخارجية او بحيرة او ايا كان. طيب ايه هي الخطوات اللي هعملها عشان اخلي المنطقة دي يبقى فيها ايه، الصورة اللي بتبص على المنطقة الخارجية؟ اول حاجة هعملها خالص ان انا هروح اعمل سيلكت على المنطقة اللي انا عايز اظهر فيها الباك جراوند الخارجية. بعلم هنا، طبعا التولرنس بتاعي في الاوبشن ده عالي قوي، انا هقلله شوية اخليه 11. طبعا في هنا منطقة مثلا اختارها بالتولرنس زيادة، ممكن اشيلها من السيلكشن عن طريق الماركي، واختار هنا subtract from selection، واشيل الجزئية دي مثلا عشان ما يطلعش فيها الصورة بتاعتي. تمام، او كنت ممكن اقلل التولرنس اكتر شوية زي ما انت عايز. طيب خلصت الكلام دوت، تمام، هروح ادوس على كنترول جي. كنترول جي، كنترول جي ده اللي هو كان امر ايه، layer new layer VIA copy control G. هو control G كان بيعمل ايه؟ بياخد copy من السيلكشن بتاعي على layer جديدة. يبقى انا كأني اخدت الثلاث مربعات دول على layer جديدة وفيهم white pixel، تمام، فيهم منطقة متلونين يعني بالابيض. اوكي، طيب الخطوة اللي بعد كده ان انا هروح انزل الباك جراوند، ولتكن هي الصورة دي الباك جراوند بتاعتي، وهبتدي اعمل لها ايه، ترانسفورم، واكبرها شوية بالشكل ده.
يبقى الترتيب كده، عندي الصورة الخلفية فوق، تحتها المنطقة اللي أنا عايز يظهر فيها، تحتها الصورة الأصلية بتاعت الشباك. طيب بعد كده هعمل ايه بقى؟ هعمل أمر اسمه create clipping mask layer، create clipping mask اللي هو Alt Control G. Alt Control G، مجرد ما هدوس على create clipping mask بالشكل ده هلاقي ان انا عملت ايه، زي ما احنا شايفين عملت قص، يعني الصورة دي اتقصت من اللاير اللي تحتها، خلاص عمل كاتنج الصورة دي من دي، وابتدى شال لي كل الزيادات عدا الثلاث مناطق اللي انا عملتهم على اللاير التاني، وابتدى يظهر لي منها الصورة. فهنا بان بقى كأن في ده هنا البيت المجاور ليا والبحيرة بتاعتي واللاندسكيب والشجر الكلام ده كله. فدي الطريقة اللي ممكن، طبعا ممكن تكون الصورة دي بالعكس، يعني انا مثلا بره بره الفراغ وببص على المبنى، وهنا مثلا ده المطبخ بتاعي، فاجيب صورة لمطبخ مثلا واحطها على الواجهة بالشكل دوت، او صورة لليفنج وابتدي اعمل لها كاتنج بالشكل ده، او ممكن لو الشباك ده اصلا مقفول وعايز احط السماء تتعكس على الازاز، كأن الازاز ده بيعكس السماء، فعايز احط هنا صورة السماء، فممكن برضو اعملها بنفس الطريقة دي. فليها افكار كتيرة وممكن استخدمها في الشبابيك على الواجهات بتاعتي. تمام، طبعا انا بجمع لك مجموعة افكار، وان شاء الله في اخر المحاضرة هنبتدي نطبق على ايه، واجهة معمارية وسيكشن، وتقدر انت بقى تستخدم كل الافكار دي، تختار بعضها زي ما انت عايز. تمام، طبعا ما تحاولش تعمل زحمة كتير قوي، خلي موضوع سامبل علشان الواجهة تطلع معاك ايه كويس في الاظهار بتاعك. طيب طبعا ممكن مثلا لو انا عايز اخفف شوية، ادي سنة اوباستي للباك جراوند دي عشان متبقاش تقيلة قوي كده في الواجهة بتاعتي، كل الحاجات دي بتحسن شوية من الشغل، بدل ما تطلع ايه قوية قوي في الطباعة والوانها ظاهرة قوي، ممكن ايه اخليها خفيفة شوية، اديها سنة اوباستي مثلا لحد 70-80% مثلا. طيب دي الخطوات اللي ممكن من خلالها نعمل ايه، الامر اللي هو create clipping mask واستخدامه مع ال elevation. طيب تعالوا بقى نتكلم شوية على بعض التولز، زي مثلا التولز اللي موجودة هنا بقى نبتدي نكملها، زي ال spot healing brush tool مثلا، spot healing brush tool وال patch tool. تمام، دول اللي احنا هنتكلم عليهم دلوقتي. طيب ال healing ال spot healing brush tool دي احنا ما بنستخدمهاش كتير قوي في الاركتكتشر، نادر يعني ما بنستخدمها، بيستخدموها اكتر الفوتوغرافر. في ايه بقى؟ في مثلا عندي صورة لشخص زي ده، تمام، وفي بعض مثلا الحسنات كده موجودة في وشه، الكلام ده انا عايز اشيله خالص، فبروح اختار ال spot healing brush tool. تمام، مجرد ما بدوس كليك على الكلام ده هو بيختفي لوحده. فكرتها انها بتاخد من البيكسلز اللي حواليها وتحاول تقرب الايه الالوان للبيكسلز اللي حواليها، فبتخفي الكلام ده اوتوماتيك، بتعمل هيلينج للبيكسلز، فاي حاجه في المنطقه اللي انا بدوس فيها هتكون شكلها غريب شويه بتبتدي ان هي ايه تشيلها. تمام، طيب طيب نيجي للي بعدها بقى اللي هي الهيلينج براش تول. يبقى احنا كده فهمنا السبوت هيلينج براش تول بتعمل ايه، نيجي للي بعدها الهيلينج براش تول. الهيلينج براش تول بتاخد كابي من منطقة من البيكسلز وتبتدي تنسخها في مكان تاني. ازاي؟ مثلا يعني لو انا اخدت جزء من المنطقة دي، دوست الت وكليك
شايفين خدها كابي اهي المنطقة دي، ممكن اروح احطها في مكان معين مثلا وليكن هنا مثلا، يبقى كأني باخد بالت هولد الت، افضل دايس على الت واخد كابي من اي منطقة ماشي، وابتدي اروح اوديها في نفس المكان ده. فشايفين ادتني مثلا هنا افكت معين. فدي الايه الهيلينج براش تول. طب تعالوا نتكلم عليها شوية اكتر. لو عايزين نجرب مثلا الباتش تول في حاجة شوية قريبة من شغلنا احنا، هتلاقي هنا عندك صورة فيها بوتس، فيها مجموعة من اللانشات تمام. في هنا مثلا تعالوا نجرب الباتش تول. الباتش تول بتعمل ايه؟ انا ممكن اروح اعلم كده اعمل سيلكت بالباتش تول على المركبة دي، واروح احرك السيلكشن ده لمنطقة فاضية. ايه اللي حصل؟ شايفين؟ خفالي الايه المركبة دي. طيب ده عشان انا مختار ايه، في عندي في الاوبشنز بار فوق هنا حاجة اسمها سورس وحاجة اسمها ديستنيشن. سورس وديستنيشن، لو عملت نفس الخطوات بس ما كنتش دايس على سورس دوست على ديستنيشن، هتلاقيه نسخ لك المركبة دي في مكان تاني، وبيحاول يعمل هيلينج للبيكسلز اللي حواليها بحيث ان الموضوع يبان اكتر ايه انه فعلا اتنفذ بأعلى كواليتي ممكنة. ليه؟ لان انا لو حاولت اعمل سيلكت للكلام ده واخده كوبي واحطه هنا، عمر ما الموضوع بيطلع بالدقة زي ما انا بستخدم الايه الباتش تول. فالباتش تول ممكن استخدامها اخد منطقة تمام وافضيها، واخد منطقة تانية وابتدي اخد كوبي منها واحطها في مكان في نفس المكان في الصورة في حتة تانية، زي ما خدنا المركبة دي حطيناها هنا، او خفينا المركبة ديت لما كنا اخترنا ايه سورس تمام. الحاجات دي ليها طبعا استخدامات كتير عندنا قوي، يعني في بعض المناطق مثلا بعد كده ان شاء الله في لما تيجي تشتغل على مواد مثلا النظريات العمارة وتبتدي تنزل تعمل زيارة لبعض المناطق، وعايز تقول ان المناطق دي فيها مثلا قمامة كتير وفيها مشاكل كتير، وعايز تبتدي تشيل الكلام ده من الصور عشان تحطه في البحث عندك، عندك صورة مثلا فيها قمامة مرمية في الأرض مثلا والقمامة دي انت عايز تشيلها، فممكن تشيلها بالباتش تول وتقول الصورة قبل وبعد التحسين، يا جماعة احنا عايزين نشيل القمامة اللي موجودة دي فقبل وبعد. ليها استخدامات كتيرة جدا زي ما احنا ايه شايفين، او عايز انسخ اي حاجة اوديها في نفس المكان في الصورة وهكذا. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن السبوت والليننج، وغالبا اكتر حاجة بنستخدمها هي الباتش تول. طب وانا ينفع استخدم الهيلينج هنا في الصورة دي؟ تعالوا كده نرجع لأصل الصورة دي اللي هي التول نمبر 2. يعني ينفع اخد ادوس الت على المركبة دي مثلا واقف هنا وابتدي الون بيها فتظهر لي؟ ينفع. يبقى دي ممكن تكون طريقة تانية برضو اعمل بيها ايه المركبة، يعني اخد الت ادوس الت واخد تارجت واروح ايه اعمل احط السامبل بتاعتي. شايفين هو واخد لي كابي من المنطقة اللي انا دوست عليها الت وابتديت الون بيها في مكان تاني في مكان تالت، وهو اوتوماتيك بيعالج البيكسلز دي مع دي. لو انتوا لاحظتوا الاضاءة هنا فاتحة شوية هنا غامقة شوية، بيحاول يعالجها ايه على قد ما يقدر. طيب لو انا ده حصل عندي، يعني انا حاسس ان المنطقة دي مثلا في الصورة فاتحة وهنا غامقة، مفيش تول بتقدر تفتح لي الصورة شوية؟ فيه. ايه هي التول اللي بتفتح؟ اسمها الدادج تول. الدادج تول الشورت كات بتاعها او. الدادج تول بتفتح الصورة، ممكن استخدمها شايفين ان انا افتح الصورة شوية، فكده اصبحت ايه المركبة دي ودي يعني قريبين شوية من بعض. طبعا ممكن تتحكم في نسبة الايه التفتيح بتاعتك من الاوبشن بار هنا خلاص. طيب
فالاكسبوجر ده ممكن ايه ان انا ابتدي اعلي القيمه بتاعته او اقللها فافتح الصوره. عكسه اسمه البيرن تول. البيرن تول بتعمل ايه؟ بتغمق الصوره. يبقى لو الصوره فاتحه شويه في منطقه وعايز اغمقها ده اسمه البيرن تول، افتحها دوج تول. طيب امال ايه السبونج تول دي؟ السبونج تول فيها افكت مود اسمه دي ساتوريت. الدي ساتوريت دوت، خلينا بقى نعلي الهاردنس هنا في الفرشه دي بالذات وانا مختار السبونج تول. السبونج تول بتحاول تحول لك الصوره لايه؟ زي ما انت شايف كده كانها ابيض واسود. دي ده عشان انت مختار اوبشن اسمه دي ساتوريت. اوكي، لو مختار ساتوريت بتزود الالوان بتاعه الصوره. شايفين؟ يعني كنت هتلاحظ ايه؟ ان المنطقه هنا غامقه قوي. لا انا عايز ابتدي ايه، ازود كميه اللون شويه بتاعتي، فاعمل حاجه اسمها تشبع لوني. هو ده مصطلح ساتوريت. دي ساتوريت عكس ساتوريت اللي هو بعمل ايه، بحول الصوره لابيض واسود. اوكي، فكل دي ليها استخدامات. في عندي الاسم البلور تول. البلورينج كاني ايه، بخفي التفاصيل. لو عندي صورة لو انت قعدت تعمل بلورنج زي ما انت شايف كده هتلاقي ايه، التفاصيل مش واضحة. عكس البلور الشارب. لو عملت شارب هتبتدي ايه، التفاصيل تبقى اوضح اكتر، تمام، للصورة بتاعتك. طبعا ما تزودش الكليكات قوي في الشارب والتانية، لان البيكسلز هتضرب منك، هتلاقيها بص باظت خالص، باكسل زي ما احنا بنقول كده، تمام. فالكلام ده بيبقى ايه، بكليكات بسيطة جدا، ممكن تقلل السترينس بتاعه، كل الكلام ده. السمارت تول بتعمل ايه، بتشد البيكسلز زي ما انت شايف كده، باخد منطقة من البيكسلز واشدها، تمام كده اهو. دي السمارت بتاخد البيكسلز وايه، وتشدها زي ما انت شايف كده. فممكن تكون انت عايز تعمل الايفكت ده في اي لاي غرض انت عايزه، ده اللي هو الايه، السمارت تول. تمام. طيب عندي برضو تول اسمها الكلون ستامب تول. انا دلوقتي هفتح الصورة دي وهروح اختار، عندي تو تولز هنا، الكلون ستامب تول والباترن ستامب تول. ستامب يعني ختامة، زي الختامة كده. بروح اختار اي منطقة على الصورة وبدوس الت وادوس كليك. ممكن اكبر الفرشه شويه، بلاقيه خد لي منها كوبي بالفرشه في المنطقه اللي انا عملت عليها تارجت بزرار الت على الكيبورد، وابتدي الون في مكان تاني. فكاني ايه، اخدت نسخه من الورده دي بس بطريقه تانية، غير ان انا اعمل سيلكشن وادوس الت وسوري واختار الموف تول وادوس على زرار الت واخد منها نسخه. في طريقة تانية عن طريق الختامة دي، وممكن ابتدي، شايفين وانا بلون بيلون في نفس المكان اللي فيه التارجت بتاعي. فدي اسمها ايه، الكلون ستامب تول. الباترن ستامب تول بتلون بايه بقى، بتختار باترن، واحنا عرفنا ازاي في المحاضرة اللي فاتت نضيف اي باترن، وابتدي ان انا الون بيها بالفرشة. شايفين؟ تمام. طب هل هي دي الطريقة اللي احنا ممكن نعمل بيها أرضية؟ لا طبعا. ليه؟ لأنها مش هعرف أتحكم في السكيل بتاع الإيه؟ الطريقة دي بتخليني ألون بباترن كأني بلون بالفرشة باترن كده، لكن ما بقدرش أتحكم في إيه؟ في السكيل بتاع الصورة دي من هنا. فما ينفعش دي تكون طريقة التلوين بتاعتنا للبلانز، والطريقة اللي احنا شرحناها المرة اللي فاتت هي اللي هنعتمدها، وهي اللي انت هتشتغل بيها إن شاء الله. طيب
تقريبا كده احنا خلصنا معظم التولز، فاضل لنا الشيبس والبن تول والسلكشن الخاص بالحاجات دي، ازاي اعمل سلكشن للشيبس. طيب عايزين نفهم يعني ايه شيبس الاول. انا هعمل ورقة جديدة، تمام، وهروح اخر تول عندي في الجزئية دي. هتلاقي عندك هنا في مجموعة تولز. طيب في حاجة اسمها الريكتانجل تول، الشورت كات بتاعها يو. يو في ريكتانجل تول، في راوند ريكتانجل، في اليبس، في بوليجون، في لاين، تمام. وفي عندي كمان حاجة اسمها الكاستم شيب تول. طيب هو عبارة عن ايه الشيبس او الاشكال دي؟ دي اسمها الشيبس. الشيبس دي هي عبارة عن ايه؟ لو انا اخترتها هنا ورحت رسمت مستطيل بالشكل ده، تمام، الشيبس دي زي ما انتوا شايفين هنا. طبعا هو هنا واخد ايه، واخد ستروك بلون احمر. انا ممكن هنا في الاوبشن الغي الستروك اصلا، ما يبقاش فيه ستروك عشان يطلع الريكتانجل بالشكل ده. طيب حبيت اغير اللون بتاع الشيب ده، اهو اختار اي كالر انا عايزه، تمام. طيب الشيبس تعتبر من كأنها بترسم اشكال فيكتور جوه برنامج الفوتوشوب. احنا اتكلمنا قبل كده في اول محاضرة خالص ايه الفرق بين الفيكتور والراستر. احنا قلنا ان الفيكتور مهما عملت زوم، مهما انا عملت زوم، شايفين الدقة بتاعت الفيكتور ايه؟ عالية جدا. هو طبعا ده راستر، يعني هي بيكسلز، بس الكواليتي او الدقة بتاعتي ايه؟ عالية جدا زي ما احنا شايفين، تمام، تكاد تكون قريبة جدا للفيكتور اللي بيبقى مثلا زي برنامج الاوتوكاد بيرسم بالاحداثيات. فالشيبس بترسم ايه؟ فيكتور دروينجز، تمام. الشيبس بقدر من خلالها ارسم الايه؟ الفيكتور دروينجز. طيب هتلاقي هنا طبعا هو بينزل على لير لوحده، وممكن بعد ما ترسمه تدوس دبل كليك هنا وتغير الكالر في اي وقت انت عايزه. طيب تعالوا نشوف كده. في اول اوبشن خالص عندي وانا واقف على الريكتانجلر شيب، في هنا تلات حاجات. اوكي، في حاجة اسمها الشيب، وده اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي هو عبارة عن ايه؟ شكل وجواه مسطح من اللون، من الكالر. يعني ايه شكل؟ يعني لاينز، يعني خطوط. ده لان لو مفيش الخطوط دي مش هيديني ابدا الدقه الايه اللي موجوده. يعني ده معناه ان في خطوط مرسومه هنا، لاينز، ستريت لاينز، وجواها بيكسلز، الوان او لون بشكل معين. ده الشيب، تمام. طب امال ايه الباس؟ الباس بيبقى فيه خطوط، خطوط بس، خطوط ما فيهاش جواها اي لون. يعني دي عبارة عن خطوط ما جواها ايه؟ ما فيهاش جواها أي لون. طبعا عشان باك جراوند بيضة فباين إن جواها لون أبيض، لكن الباس يعني خطوط بس بدون أي كالر جوه. طب إيه استخداماتها؟ هنشوف مع بعض. البيكسلز هي عبارة عن لون بس ما فيش خطوط، يعني هنا ما فيش أي لاينز، لون بس بدون الخطوط. يبقى كأن الشيب هو عبارة عن باس وبيكسلز مع بعض في نفس الوقت. يبقى الشيب هو عبارة عن ايه؟ باس وجواه البيكسلز دي هنا، تمام. طيب استفيد ايه من الكلام ده؟ يعني هستفيد ايه من الباس او البيكسلز بس او الشيب بس؟ غالبا ان انت ترسم بيكسلز بس ملهاش استخدام قوي، لان انا ممكن اوريدي اعملها عن طريق ان انا مثلا ارسم الريكتانجلر ماركي والونه بالبينت باكت. ففي الحاله دي انا عملت نفس الشكل ده، وطبعا عمله لي في ايه؟ في خطوه واحده، تمام. لكن الشيب بقى او الباس بس ليه استخدامات كتير. خلينا نتكلم الاول على الشيب. طبعا لو خدت بالك في الباس لما بترسمه ما بيعملوش طبعا لاير، والبيكسل نفس الشيء ما بيعملوش برضو لاير. الوحيد فيهم اللي بيعمل لي ليه نيو لاير هو الشيب،
مجرد ما بعمل الشيب تمام بيديك ايه لاير جديد. طيب الشيب ده زي ما احنا اتفقنا بيبقى موجود عبارة عن لاينز خطوط وجواها بيكسلز تمام. بعرف الكلام ده ازاي؟ من التول اللي فوقيها على طول. التول اللي فوقيها على طول دي اللي هي اسمها ايه، الباث سيلكشن تول والدايركت سيلكشن تول. الباث سيلكشن تول بتختار الباث اللي ايه اللي حوالين الشيب تمام، فبقدر احرك منه الايه الباث بالكامل. اوكي امال ايه بقى الدايركت سيلكشن تول؟ يبقى الباث بتختار الباث ايا كان شكل الباث وتحركه واعمل له موف. لكن الدايركت سيلكشن تول الشورت كات بتاعهم ايه؟ الدايركت سيلكشن تول ممكن اختار بوينت، يعني اختار نقطه وابتدي احرك النقطه دي. اه ده انا كده كاني بعمل ايه تكوينات واشكال، لما امسك النقطه دي احركها وامسك النقطه دي احركها خلاص. فكده كاني عملت مثلا ارو بالشكل ده. ده ممكن بيكون عندنا ايه في الاركتكتشر ده يعتبر رمز او سيمبل لاتجاه النورث، يعني ممكن اعمل كده مثلا، ممكن اصغره كمان شويه عن طريق كنترول تي اللي هو فري ترانسفورم، واكتب مثلا هنا حرف الايه الان. طبعا اللون هنا ابيض خليه اسود. اختار اللون اسود بتاع التكست ادوس ان، ممكن اصغره شوية بالشكل ده. فكده كأني عملت حاجة عندنا سيمبل في الاركتكتشر اللي هو سهم وان ده ايه اتجاه النورث بتاعي الشمال تمام، لان مهم جدا ان انا اعرف الشمال بتاعي في اللاي اوت. اوكي ليه؟ لان ليه طبعا عندنا علاقه كبيره قوي بالديزاينز او التصميمات بتاعتنا، ان الواجهه الشماليه ليها تصميم، الواجهه الجنوبيه ليها تصميم ومعالجات مختلفه. كل الكلام ده هتعرفوه ان شاء الله بالتفصيل في الكورسات اللي جايه المعماريه القادمه يعني. طيب نيجي برضو هنا، قلنا طبعا بقى هتلاقي كل ده موجود فيه بقى الراوند. راوند يعني فيه دوران في الكورنر، وممكن تتحكم في الراوندنس من الاوبشن بار فوق. في ان انا ممكن ارسم بوليجون اليبس بوليجون. طب عايز اتحكم في عدد السايدز بتاعت البوليجون، في هنا نمبر اوف سايدز وعايزه شكل ثماني زي ما انت عايز. طيب وكمان في هنا حاجه اسمها كاستم شيب تول. كاستم شيب تول ممكن تلاقي فيها الاسهم والحاجات دي كلها متسجله عندك. الكلام ده بتشوفه ازاي؟ اول ما تدوس على التول اللي اسمها كاستم شيب تول هتلاقي في الاوبشن بار هنا فوق في اشكال ستاندرد تمام. عايز احمل اشكال تانية باجي هنا بدوس على السهم اللي موجود فوق على اليمين واقول له اول، يعني حمل لي بقى كل الايه الاشكال دي، الارز والفنس والفريمز والناتشر والاوبجكتس وكل دول. هقول له اول تمام، اقول له اوكي، يقول لك هشيل دول واحط كله. هقول له تمام، هلاقي هنا نزل لي ايه بقى كل الاشكال دي، وكل الاشكال دي ما ننساش انها هتنزل كانها ايه شيب. يعني عايز احط سهم مثلا الشمال اهو مثلا موجود، مجرد ما هدوس شيفت وانا بدخل الشيب هيعمله لي اهو. في اشكال بقى كتيره جدا وممكن ان انت ايه تستخدمها في ال كنوع من انواع السيمبلز الجاهزه تمام. في اسهم مثلا، في سهم زي ده ممكن تشاور بيه مثلا زي ما انت عايز تمام. طيب تعالوا نمسح الكلام ده. طيب تعالوا كده انا هرسم الاول سهم، برضو في حاجة عايزين نتعلمها مهمة. انا هرسم سهم زي ده بالشكل ده تمام.
وبعد كده مثلا انا عايز اروح ارسم ريكتانجل. تمام، طيب لو عملت كده هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان انت رسمت تو شيبس، تمام، فوق بعض، دي على لير ودي على لير لوحدها. طب افرض انا مش عايز اعمل كده، عايز ارسم التو شيبس دول يكونوا على نفس اللاير، تمام؟ فهتلاقي عندك هنا في حاجة اسمها الـ Combine Shapes في الـ Option Bar فوق خالص، هتقول ايه؟ دايما هنا كان هو واقف على حاجة اسمها New Layer، يعني كل ما اعمل Shape او شكل يعمله على ايه؟ Layer لوحده. المرة دي هقول له لا، من فضلك ايه؟ الشيب اللي انا هرسمه، اي شيب هرسمه بعد كده حطه لي كلهم على نفس اللاير دي. فهروح اعمل كومباين لايرز من الاوبشن بار هنا فوق، وهرسم الايه الشكل بتاعي ده. طيب بعد ما هعمل الكلام دوت، هروح اعمل سيلكت بالباس سيلكشن على الريكتانجل ده، تمام. هتلاقي هنا بقى عندك في اوبشنز تانية، سبتراكت فروم فرونت شيب، وفي intersect shape، وفي exclude overlapping shapes، يعني اطرح لي ده من ده فخلى لي المنطقة دي فاضية. فممكن تدخل أشكال كتيرة جوه بعض وتقعد تجرب الإيه ال pass الأوامر المختلفة دي، سواء كان subtract front shape intersect shape. عايز تعمل ميرج للشيبس مع بعض يبقوا خلاص اوريدي هما حاجة واحدة، زي ما انت عايز. زي ما قلنا احنا ممكن بقى نمسك البوينتس دي وابتدي احركها بالشكل ده، شايفين؟ كأني عمال اصمم سيمبل او اشكال. دي ممكن تساعدني برضو في ان انا اعمل حاجات وديزاينز في اللوجو، ممكن، تمام. مش بس كده، هتلاقي ان الكواليتي بتاعتك ايه، زي ما احنا شايفين، قريبة جدا للفيكتور، لان دي زي ما قلنا الشيبس هي ايه، هي فيكتور دروينز. اوكي، طيب نفترض ان الشكل ده انا عايز اسيفه، تمام، عشان احفظه كل مرة ادخله كشيب. عشان اسيف الشكل ده بعد ما صممته، بخش على قائمة edit في المنيو بار واقول له هنا حاجه اسمها ايه، ديفاين كاستم شيب. من فضلك الشكل ده انا خلاص صممته، ضفت اشكال فوق بعض وعملت اكسكلود او انترسكت بين التو شيبس، وقعدت اعدل في البوينتس فيكتورز بتاعت الشيب دوت، واقول له سيفهولي ديفاين كاستم شيب واسميه زي ما انا عايز وادوس اوكي. تفتكروا هينزل فين الشكل ده لو انا مسحته؟ يعني لو انا مسحت خلاص اللاير دي كلها، هينزل فين؟ بينزل في الكاستم شيب هنا، هتلاقيه موجود عندك اخر واحد تحت خالص، وممكن ارسمه على طول مرة واحدة، تمام. فدي كده احنا شرحنا الشيبس او الاشكال. طبعا انت ممكن تغير الالوان بتاعتك زي ما قلنا، بدوس هنا دبل كليك وغير اللون. ممكن تعمل ستروك، ستروك يعني بعمل تحديد بلون تاني زي ما انتم شايفين كده اهو، ده ستروك، تمام. ممكن تزود المقاس الخاص بالستروكينج، عايزه قليل كبير زي ما انت عايز. من هنا لو خليته زيرو حتى لو انت عامل ستروك مفيش حاجة هتظهر طبعا، فزي ما انت ايه عايز. اوكي، طيب كده احنا خلصنا الايه الشيبس. طيب ايه بقى استخدام الباس؟ الباس، تمام، الباس انا ممكن احول الشيبس دي لاي باس، بس انا مش هشرح الباس اللي موجوده هنا. انا هشرحها مع حاجه اسمها البين تول. انا هشرح الباس مع مين؟ مع البين تول، لان باي ديفولت لما بتختار البين تول هو بيقفلك على الباس.
اوكي. طيب بنستخدم في ايه البين تول دي بقى؟ تعالوا نشوف مع بعض. انا هخش على image rotation واخلي الورقة دي بالعرض. البين تول استخداماتها لينا احنا ممكن تكون في ايه؟ في تصميم شكل عام للبوستر. يعني ايه؟ يعني نفترض مثلا ان انا شفت بوستر عجبني وعايز اقلده، تمام؟ البوستر ده كان عبارة عن ايه؟ والله البوستر ده كان عامل زي في مثلا خطوط واخدة كيرفات، والكيرفات ماشية بالشكل اللي انا عمال ارسمه ده. عشان اقدر ارسم كيرفات وبدقة عالية جدا مش هعرف اعملها غير بالبين تول. اوكي؟ طيب البين تول التكنيك بتاعها يعني ممكن تحسه في الاول صعب شوية، لكن بعد كده ما هتتعود عليها هتلاقيها سهلة جدا وهتعمل بيها ديزاينز مختلفة. يعني تعالوا نجرب كده فكرة في التصميم. زي انا هدوس نقطة هنا بره الشاشة ونقطة تانية هنا جوه الشاشة، وهفضل دايس بالماوس وحرك الماوس. شايفين كده كأني بعمل ايه؟ كيرف. هدوس كليك تانية بعيدة وحرك الكيرف. هدوس هنا كليك تانية بعيدة وحرك الكيرف. هدوس كليك تانية هنا بعيدة. بعيدة تحت هنا بالشكل ده. وهقفل الشكل ده لحد ما اوصل لبداية نقطة البداية. طب الخطوط دي بره الشاشة مفيش أي مشكلة. طبعا الباس ده أنا ممكن أحركه بالباس سيلكشن تول، أحركه كده مثلا. طيب هروح أعمل لاير جديدة بالشكل ده، تمام؟ وأنا واقف على الباس سيلكشن تول هدوس رايت كليك على الباس ده، هلاقي بقى هنا هي استخدامات الباس في إيه. أول حاجة أنا ممكن أحول الباس ده بالكيرفيتشر بتاعه لسيلكشن. ممكن أحط لون جوه الباس دوت، ممكن أعمل ستروك يعني أحدد الباس دوت. طيب خلينا نقول إن أنا هملاه بلون، هدوس على فيل باس. هيقول لي انت عايز تختار لون ايه؟ هقول له انا هعمل سيلكت كولر الاورنج ده. هقول له ماشي اوكي، ادوس اوكي. ايه اللي حصل؟ طبعا الباس ده ممكن بعد كده امسحه بقى، هو كده كده ما بيطلعش في الطباعه. خلالي ايه؟ كاني عملت ايه؟ كيرفيتشر بنفس الايه اللي انا رسمته بالبين تول. طيب نفترض ان الموضوع ده كان مثلا انا مليت هنا بلون، رايت كليك وقلت له فيل باس اوكي، والنقطه دي الدوران بتاعها مش مظبوط، عايز ايه يتظبط اكتر. فعندي هنا التول قلنا اسمها الايه؟ الدايركت سيلكشن تول. ممكن اختار بيها البوينتس، يبقى دي بتختار الباس بالكامل والدايركت بتختار البوينتس. هختار البوينت دي، مجرد ادوس عليها كليك هتلاقي هنا بقدر اتحكم في الدوران بتاعي. ممكن كمان اعمل لها ايه؟ موف. طبعا هتضطر ان انت تمسح اللاير دي، سوري. تمام هشد اللاير دي وارميها هنا في الباسكت. ممكن بقى ايه احرك النقطة دي، اظبط الدوران شوية وليكن بالشكل ده. النقطة دي انزلها تحت شوية زي ما انت عايز بقى. طب عايز اضيف بوينت عشان الموضوع هنا الكيرفيتشر مش مظبوط اكتر، ينفع اضيف بوينت؟ لو فضلت دايس على البين تول هتلاقي هنا في حاجه اسمها اد انكر بوينت، ممكن اضيف نقطه تانية هنا وبالتالي، او حتى احذف نقطه ديليت انكر بوينت زي ما انت عايز، تمسح نقطه او تضيف نقطه. هرجع اختارها مره تانية واحركها مثلا فوق شويه واظبط الكيرفيتشر زي ما انا عايز. كل الكلام دوت خلاص تمام. هعمل بقى لاير جديدة وهختار الباس سيلكشن تول واختار الباس بتاعي رايت كليك واقول له في الباس اوكي. الكيرفيتشر اتظبط شوية بشكل مثلا اللي انا عايزه، تمام. بعض الافكار مثلا ان ممكن واحد مثلا يجيب اي صورة مثلا بالشكل ده ويحطها هنا
وينزلها تحت الفريم اللي هو عامله، ويقلل الاوباستي خالص بتاعت الصورة دي، ويبتدي يوزع الشغل بتاعه. مثلا مش عايز الكلام ده زي ما انت عايز، يعني انا بحاول ايه اديك مجموعة افكار مختلفة. تمام، ممكن واحد تاني يعمل خلاص الباص ده احنا نمسحه، خلاص مهمته انتهت بالنسبة لي. ممكن واحد يقول لك والله انا هطلع الصورة دي فوق، هعلي الاوباستي شوية. تمام، مثلا، وهعمل كرييت كليفنج ماسك، هقص دي من دي. فاكرين الامر ده لسه قايلينه من شويه؟ يعني انا عايزك تبتدي ايه، شايفه ابتدت الصوره من هنا تاخد اجزاء مختلفه، اقلل الاوباستي شويه. يعني في طبعا افكار كتيره جدا وبوسترز كتيره جدا هنبتدي نتفرج ان شاء الله عليها في المحاضره اللي جايه. طيب انا كده خلصت الشرح للاوامر الرئيسية، ونهيناها خالص باخر حاجة شرحناها اللي هو افكار الديزاين بوسترز، ودي ممكن بقى نبقى نتكلم عليها ان شاء الله في المحاضرة اللي جاية. طيب تعالوا بقى نتكلم على التكنيكس، ودي اخر حاجة هنقولها في المحاضرة الخاصة باظهار الواجهات والسكشنز، سواء الواجهات او السكشنز. هتلاقي نفس الكلام اللي كنا بنعمله في البلان بنعمله في الايه، في الاليفيشن. تمام، هو نفس الكلام مع اضافة بعض الاوامر اللي احنا شرحناها في المحاضرة النهاردة. يعني مثلا انا دلوقتي عندي مثلا الواجهة، طبعا احنا اتفقنا ان احنا بنديكوا الملفات اي بي اس، فانا هنزل الواجهة دي هنا اهو زي ما اتفقنا، بنختار 300 وار جي بي و 300 بيكسل بير انش و ار جي بي كولر مود، وبدوس اوكي. هسمي اللاير دي اليفيشن. تمام، وهروح اعمل لاير جديدة وسميها باك جراوند، قلنا هنلون الباك جراوند دي بالابيض، نفس الخطوات اللي قلناها في تلوين الماستر بلان. طب شايفين المشكلة اللي حصلت دي؟ احنا قلنا عايزين نلون الورقة بالكامل، فقلنا بنشيل اوبشن ايه، اول لاير، فالورقة كلها بالكامل اتلونت. هنزل الباك جراوند دي تحت الاليفيشن، ومنساش اعمل لوك للاتنين دول عشان اوقف التلوين او الحركة عليهم تماما. طيب ممكن افك اللوك هنا، طبعا يفضل ان انت ما تكتبش على برنامج الاوتوكاد حاجة، خلي التكست والكتابات كلها موجودة هنا. فانا همسح الايه، هعمل ماركي وادوس ديليت، وامسح التكست اللي موجود هنا، وارجع اعمل لوك تاني لللاير بتاعتي. طيب هنلون الحوائط ازاي؟ زي نفس الطريقة اللي احنا شرحناها قبل كده، اللي انا تعالوا مثلا نلون الروف ده، الروف المايل دوت هو بنسميه اللي هو البيتشد روف، خلاص بياخد شكل ماتيريال الارميد. تمام، فتعالوا ننزل الماتيريال دي مع بعض. هتلاقيها اسمها روف تايلز، كل الحاجات دي ان شاء الله انا هنزلها لكم الماتيريالز اللي تشتغل بيها. واخش على edit define pattern وادوس اوكي. بعد كده خلاص همسح الصورة دي، وهقول له ايه، layer new في layer pattern، خلاص، واسميها ايه، roofing tile material او roofing tile، هدوس اوكي. ابتدى تنزل لي التقسيمة الخاصة بالروف، طبعا هقلل السكيل ده خالص، نجرب مثلا 12
تمام، دوس اوكي. عايز الون الحوائط بتاعتي، عندي برضو كذا طريقة، يا اما هعملها باتر، او ممكن المرة دي نجرب تكنيك تاني في الواجهة ان انا اعمل لاير جديدة، تمام، او في امر لاير نيو في اللاير، تمام. لو انا عايز هو يعمل لاير جديدة لوحده بماسك زي ما احنا شايفين، ممكن اقول له سوليد كالر، يعني انا هلون بايه، بلون انا هختار وليكن لون بيج مثلا، تمام. فلو عايز الون هو يعمل لاير لوحده ماشي، عايز تعمل انت لاير لوحدك ماشي، بس ده في حالة اللون. لكن في حالة الباترن لازم تعملها بنفس الطريقة اللي انا قلتها، يعني كنت ممكن اعمل لاير جديدة وبالبينت باكت احط اللون ده، تمام، او في لاير نيو في اللاير باترن هو بيعمل لاير لوحده ويحط لون. طيب ممكن ادوس بقى هنا رايت كليك بلندنج اوبشنز واضيف تكتشر للواجهة دي. يعني ايه؟ يعني ممكن ادوس على تكتشر هنا، طبعا احاول اقلل البيفل خالص، تمام، يعني يفضل تخليه في الستايل مثلا هنا حاجه اسمها الايه الستروك امبس، وتشيل الكلام ده خالص، تقف هنا على التكتشر بقى وتحط الملمس اللي انت عايزه، يعني مثلا ممكن اخد طبعا لا الستروك امبس مش هيحط لي الايفكت ده، لازم اختار الانر بيفل، سوري، في الستايل هتختار الانر بيفل، تمام. شايفين بقى ممكن احط اي ايفكت انا عايزه، طبعا ما تزودش الدبس قوي، خلي الدبس حاجة خفيفة جدا بسيطة. شايفين مثلا هنا انا عملت ايه، اديت الايفكت بتاع الخشب على الوجه، ممكن برضو ادي الايفكت التكتشر اللي هو النقط، ممكن ادي الحجر زي ما انت عايز بقى، تمام. عايز تصغر السكيل بتاعه شوية، تكبر السكيل، تقلل الدبس شوية عشان ما يبقاش قوي قوي، يبقى خفيف. كل التكنيكس دي والكلام ده ممكن تبتدي انت تعمله على الواجهة بتاعتك، تمام. طبعا ده هنا مثلا جراس، ممكن هنا احط مثلا زرع، لاير نيو في اللاير باترن ده جراس، واحط صورة الزرع بتاعي، واقلل طبعا السكيل، وابتدي اقلل الاوباستي بتاعت اللاير شوية بالشكل ده، تمام، وهكذا هتبتدي تلون كل المناطق اللي موجودة عندك. طيب نفترض ان انا بقى عايز اعمل السما، عندي كذا تكنيك اعمل بيه الباك جراوند او السكاي اللي موجودة ورا. اول حاجة خالص، تمام، ان انا وطبعا السما دي يفضل تعملها هي اخر حاجة خالص، اوكي، ان انا اعمل سيلكت على المنطقة اللي انا عايز السما تظهر فيها معايا، تمام. طبعا هنا عشان الشكل مفتوح المفروض الجزء ده كان يتقفل، فانا ممكن اعمل سبتراكت فروم سيلكشن واشيل الاجزاء اللي انا مش عايز السما تظهر فيها، زي الارضية دي مثلا، اكيد انا مش عايزها تظهر هنا، تمام. ولا هنا، ولا في الجزئية دي مثلا، مثلا عايزها تظهر في الايه، في الجزئية دي كأن من وراه السما هنا باينة، تمام، مثلا.
خلاص. فدي هي الايه المنطقة او السلكشن او الجزء اللي انا عايز السما تظهر فيه. طبعا انا ممكن الون السما او كل الجزئية دي بلون واحد بالجريدينت، دي فكرة يعني. ممكن اختار الجريدينت تول واجي هنا اختار اللون السما السماوي شوية، تمام، واعمل لاير جديدة. طبعا خلي اللون دايما ديفولت، تحت يبقى ابيض وفوق ايه اللون السماوي. اوكي، وهعمل لاير جديدة واسميها سكاي واقول له اوكي، واشد الماوس، احرك الماوس من هنا لهنا شايفين، او من فوق لتحت بالشكل ده. ده افكت، دي طريقة ممكن ابقى عملت بيها السما. تعالوا نقفل دي. طيب انا هقول له select reselect عشان اختار نفس المنطقة تاني، تمام. طيب ممكن اعمل فكرة تانية في ان انا احط صورة في المنطقة اللي انا عامل لها selection. ازاي؟ اول حاجة هعملها اني هعمل لاير جديدة وهسميها سكاي 1، وهروح الون المنطقة دي بالجريدينت تول باللون الابيض. شايفين؟ وهروح انزل صورة لسما لشكل سما. زي دي مثلا، وهكبرها شوية. وهعمل الامر اللي انا كنت شرحته قبل كده اللي هو create clipping mask، فهيقص ده من ده. بصوا كده هيعمل ايه، create clipping mask، قص دي من دي. وممكن اقلل الاوباستي شويه بتاعت الصوره دي، فاداني الافكت دوت، تمام. طيب فكره تالت هعمل برضو طريقه تالت في ال select reselect. طبعا هو لغى المرحله دي عشان عملت خطوات كتير. ممكن ارجع اعمل select مرة تانية. تمام. في الطريقة التالتة مش محتاج ان انا اشيل المنطقة دي، وهقول لكم ليه. ممكن اروح اضيف فرش معينة، في فرش عندي brushes. البراشز دي هي بتلون، وهي بتلون بتدي كأنك بتشتغل بالووتر كولرز، الوان المية. زي الفرشة مثلا، نجرب اللي هي رقم 1202 مثلا. خلاص طبعا لازم اعمل لاير جديدة، دي مثلا سكاي 3 طافو خالص. شايفين؟ هختار نفس اللون دوت، تمام، وابتدي احط مسطحات لونية بيها بالشكل ده. الافكت ده عشان تعرف تجيبه بالظبط هو افكت الايه، الوان المية. الوان المية هي اللي ممكن تخليك تعمل الكلام ده، السحب، السحبة دي والاشكال دي كلها ممكن تعملها بايه، بالوان المية البراشز دي. طب هي البراش دي انا جبتها منين؟ الحاجات دي ان شاء الله هنزلها لكم في الماتيريالز. بس انت، احنا اتفقنا المره اللي فاتت ان البراشز، البراش اللي انا اشتغلت بيها دي اسمها الكلاود ايه براشز، الكلاود براشز اللي هما الاثنين دول، نزلهم عندك. احنا ازاي قلنا ازاي بننزل البراشز في المحاضره اللي فاتت؟ باجي هنا واخش على السهم ده واقول له ايه، لود براشز، لود براشز. هيقول لك فين البراشز، ها
هتدور على مكانها وعلى الكمبيوتر عندك او في فولدر الماتيريال اللي انا هديهولك، وهتلاقيها نزلت عندك هنا، لان البروشيس دي بالذات مش هتلاقيها موجوده. الحاجات دي ان شاء الله هتلاقيها موجوده عندك في الماتيريالز، انا هبقى حاططها لك في الفولدر بتاع الماتيريالز تحت ايه حاجه اسمها ايه البروشيس والاكستنشن بتاع البروش اي بي ار. الكلام ده انت ممكن تنزله عادي جدا من على الانترنت. فدي فكره سامه، دي فكره تانيه، دي فكره تالته، تمام. كل دي ايه افكار مختلفه، انت اختار الايه الفكره اللي انت عايزها. طبعا احنا قلنا برضو ان انا زي ما قلت من شويه ان انا ممكن اخد الصوره بتاعه العربيه مثلا، او صوره لشخص زي ما انت عايز. طبعا الصوره دي نازله بدون وايت بيكسلز عشان هي بي ان جي، العربية دي كبيرة شوية، تمام. ممكن اروح اعمل ايه فلتر ايه بلور، موشن بلور صح للعربية دي، وازود المسافة كأن العربية في عربية بتتحرك قدام المبنى بتاعي. ممكن احط شخص اشخاص، كل الكلام ده هتلاقيه ان شاء الله في الماتيريالز. دي صورة الاشخاص، انا ممكن اعمل كروبينج للشخص ده، مثلا واعلم واخلي اللاير دي لاير زيرو، وامسح الوايت بيكسلز دي كلها، واخده احطه في المشروع عندي على السلم هنا مثلا. طب كنترول تي عشان اكبر السكيل بتاعه. شايفين عمالين نستخدم تقريبا كل الايه الاوامر، هو اوريدي باين كأنه هو نازل على السلم مثلا. عايز احط شجرة، نفس التكنيكس بقى، وقلنا في شجر بيبقى بي ان جي زي الشجرة دي مثلا. ممكن الشجر ده دي مش بي ان جي للأسف، لكن دي بي ان جي، نشوف دي تايب بي ان جي، لا برضو دي بي ان جي، يعني ملهاش ايه ملهاش وايت بيكسلز حواليه. ممكن اقوم حاطط الشجرة دي مثلا هنا، تمام. طبعا احنا خدنا ازاي لو في وايت بيكسلز او لو هي جي بي جي مش بي ان جي ازاي ننظف الكلام ده، شرحناه قبل كده. زي ما انت عايز، عايز تجيب صور بي ان جي جاهزه ماشي، عايز انت تحولها ماشي زي ما انت عايز. بعد كده بنيجي نكتب تحت كل مسقط هنا بقى، والله بقول دي مثلا المين اليفيشن. طبعا يفضل ان انت ترسم الكلام ده باللون الاسود الكتابة بتاعتك، ممكن تختار اي فونت تاني زي ما انت عايز. عايز اعمل خط الارض بتاعي، ممكن عن طريق الشيبس اللي احنا خدناها نختار امر اللاين تول، تمام، وازود السيكنس بتاع الويت بتاع اللاين، بدل ما هو 4 بيكسلز خليه 22 مثلا. نشوف سمكة الخط ستيل لسه صغير، خلينا نخليه 66، ونخلي اللون برضو بالاسود. تمام، كأني عملت ايه خط الارض بتاعي بالشكل ده، تمام، وهكذا لحد ما تخلص ايه الواجهة بالكامل. تمام، طبعا انت بعد ما بتخلص تلوين كامل للشغل بتاعك كله، بتعمل سيف للصورة دي كايه كجي بي جي، يعني بتسيف الكلام ده. طبعا احنا كده كده بنسيفه بي اس دي عشان يتسيف باللايرز، بس ساعة لما هاجي اعمل البوستر بتاعي بسيف الصورة دي ايه جي بي جي على الديسك توب بالشكل ده، عشان لما اجي احطها في البوسترز ما تنزليش بكل اللايرز بتاعتها. يعني لو انا عملت لاير نيو لاير
ده نفترض ان هو ده البوستر اللي انا هحط فيه المساقط بتاعتي المختلفة. باجي ايه، احط صور، مش هقعد ان انا انزل الفايل باللايرز بتاعته، هيبقى تقيل جدا. تمام، طبعا المفروض البوستر تصممه يبقى كبير. تمام، هتبتدي بقى تحط الايه، الواجهة بتاعتك. ويفضل كمان ان انت ما تكتبش جوه كل مسقط، خلي الكتابة على البوستر الرئيسي. تمام، انا هنا ممكن اعمل كروب صحيح. احوله راسترايز لاير هنا، ممكن اعمل سيلكشن وامسح الكتاب اللي انا كتبتها. تمام، طيب ممكن اخلي الكلام ده يبقى فيدت شوية، يعني ممكن اختار الاريزر تول واختار الهاردنس خفيف مثلا، وابتدي ايه، امسح الكلام ده عشان اخلي الاطراف بتاعتي ايه، فيدت بالشكل ده. ممكن زي ما انت عايز. تمام، كل دي افكار، وتبتدي تحط الشغل بتاعك كله. الكلام ده هنتكلم برضو عليه بالتفاصيل اكتر، ونتفرج على بوسترز اكتر ممكن في المحاضرة اللي جاية لايف مع بعض، نتكلم فيها على التفاصيل دي بشكل اكتر، يعني وازاي نوزع شغلنا جوه البوسترز بطريقة مظبوطة. طيب اخر حاجة بقى هتكلم عليها، ومش هتختلف كتير عن الاليفيشن، السكشن. خلاص انا هقفل الفايل ده. لو انا فتحت السكشن، اختار الريزوليوشن 300 بيكسل بير انش، ار جي بي مود، اوكي. نفس الكلام هسمي اللاير دي سكشن، هعمل لاير جديدة سميها باك جراوند، اختار اللون الابيض، البينت باكيت، والون الباك جراوند، هنزلها تحتها، هعمل لوك للاتنين. طيب السكشن بقى اهم حاجة فيه، قلنا برضو ان انا ممكن ما اكتبش، يفضل ان انا ما اكتبش هنا ولا حتى جوه المسقط نفسه، هنا اكتب على البوستر الرئيسي بعد ما تودي صور جي بي جي. اوكي، طيب هعمل لوك هنا. اهم حاجة في السكشن، انا هعمل لاير جديدة بسميها structure الرئيسي بتاعي، ان انا الون ال structure system بتاعي. يعني هنا هتلاقي عندك كل ده، طبعا عشان الون الاجزاء الداخلية، الحوائط والبلاطات، وانا هنعلم على all layers، وانا واقف على layer structure هدوس بقى هنا كليك، شايفين عمال اسود ايه، الحوائط، السور، الاستراكشر سيستم بتاعي ده، ده برضو هيتسود. الاجزاء دي كلها، اي حاجة هقطع فيها ليها ماتيريال، خامة سواء خشب، خرسانة، تمام، وانا قطعت فيها لا مش شايفها اليفيشن، ببتدي اسودها. يعني هنا في حيطة اهي، لكن هنا في فتحة، في ارش، الارش ده هنا ما ينفعش اسود دي. تمام، يعني هو واضح ان هنا ايه، في ارش بيعدي منه، ممكن اسود دي. هنا برضو ده وودن ستراكتشر، هيبتدي ايه، يتسود برضو. تمام كده انا خلصت الكلام دوت. ممكن ابتدي بقى من هنا احط الوان خفيفة، احط شجر، اعمل السماء، فهتلاقيه بيكرر نفس الكلام. الوحيد السكشن اللي بلون فيه، بسود فيه الحوائط والبلاطات، اللي هو المسقط الايه، الرأسي،
السكشن والاليفيشن دول مسقط راسي، يعني بقطع بطريقه راسيه. فانا في الاليفيشن ببقى قدام المبنى شايف الايه المبنى، ما بقطعش فيه، لكن في السكشن بعمل كاتنج فيه الموديل بتاعي او ال 3 دي بتاعي، 3 دي موديل. فعشان لما بقطع فيه بيبتدي يبان لي بقى الايه اي حاجه ليها ماتيريال، سواء كانت بلاطات او حوائط لازم تاخد لون اسود عشان ابقى فاهم ان ده ايه سكشن. انا كده خلصت شرح، وتقريبا كده احنا خلصنا الكورس كشرح اساسي. المره الجايه هتكون اي مساعدات، ريفيجن، لو في اي حد عايز اي حاجه، في مشكله وقفت قصاده، هنتكلم عن توزيع الشغل بصوره اكتر برضو تفصيلي، ونجاوب برضو على اي اسئلة انتوا عايزينها. اشوفكم ان شاء الله على خير المرة الجاية، وشكرا ليكم يا شباب، شكرا.